وللمزيد حول دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير ومواجهة الإرهاب، معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. بعد التحية، إذن كيف تقرأ وترى دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير في سيناء؟ يعني بالتأكيد الحقيقة يعني احنا أولا أهالي سيناء وقبائل سيناء لعبوا دور مهم جدا في مواجهة الإرهاب، لأنهم كانوا مضرورين بالإرهاب ضرر مباشر، مش بس الإرهاب اللي كان على الأرض لكن كمان حتى الإرهاب دعم الإرهاب اللي كان موجود في قنوات وفي منصات في الخارج وغيره، فكانوا واعيين جدا لهذا الأمر ومدركين لده، والحقيقة إنه الدولة لم تتأخر يعني من الرئيسة بتأسس على مدى سنوات حجم ما تم انفاقه في قناه مودم في بنيه اساسيه في محطات تنقيه في مشروعات تتجاوز كمان يعني مش بس في السياحه في الصناعه في الزراعه 500,000 فدان كل ده مهم جدا لانه ربط اهالي سيناء يعني اهالي سيناء لعبوا دور مهم جدا فيه وما زالوا مؤمنين بهذا الامر لانه سيناء على مدى عقود كان في مطالب بانها تكون جزء من التعمير وانها هي خط مواجهه حقيقي وان وجود مدن ووجود مجتمعات قابلة للتنوع وأظن أن ما أنفق بس مشروعات لو إحنا عارفين أنه الأنفاق اللي ربطت سينا بالوادي والدلتا على مدى سنوات المياه اللي راحت الخطوط المختلفة التفكير في خطوط قطارات التفكير في خطوط للنقل والسيارات أصبح ربط مباشر وفر وقت وجهد كبير كل ده الحقيقة بيدعم فكرة التنمية والبنية الأساسية وفتح الباب ليه حجم ضخم من التنمية مدن مختلفة سياقات وزراعة وصناعة وكل شيء وبالتالي أبناء سيناء شركاء في هذا الأمر يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعياد مختلفة بيوجه التحية دايما لأهل سيناء بيقول إن إحنا كمان ما بنوجه لهم الشكر ما بنشكرش بالكلام إحنا بنشكر عمليا بإننا نقدم لهم كل ما يمكن من تنمية ومن دور وغيره وأبناء سيناء مدركين لهذا الامر وعلى يعني على العهد دائما في هذا السياق وبيلعبوا دور مهم جدا اولا في التامين في القيام بدور مهم ويمكن شفنا دورهم في المسلسلات كان ظاهر وده دور توثيقي يعني الحقيقة. اتوقف الحقيقه عند هذه النقطه الهامه وهو الدور الوثائقي لاهالي وابناء سيناء في دعم الأجهزة الأمنية بجناحها الشرطة والجيش في مكافحة ومقاومة الإرهاب. طبعا دور مهم جدا والحقيقة دور في غاية الأهمية لأنه دور أولا دفاعا عن نفسهم واستكمالا لدورهم الوطني من أهالي سيناء على مدى التاريخ الحديث والتاريخ الممتد لعبوا دور مهم جدا مع القوات المسلحة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي قبل كده وفي مواجهه العدوان وادوار كلها مسجله بالتاريخ في ابطال كثيرين حصلوا على نجمه سيناء وغيره نفس الامر فيما يتعلق بالارهاب والارهاب ليس حربا نظاميه خطورته انه حرب متعدده حرب لها دعم خارجي حرب لها اتصالات خارجيه حرب لها سياقات مختلفه وبالتالي دورهم كان في غايه الاهميه مع ابنائنا من الجيش والشرطة لعبوا دور في غاية الأهمية وطول الوقت الحقيقة هذه العلاقة كانت مهمة وتم تقديمه أعمال وثائقية ومسجل بشكل رئيسي وكمان لعبوا دور في مواجهة الأكاذيب اللي تم ترديدها أنه في تهجير وفي غيره كانوا بيردوا بشكل واضح جدا وبيعلموا إزاي أنه الأمر فيه تنمية وفي سياقات مختلفة يعني الحقيقة أنه المواجهه مع الارهاب كانت مواجهه مهمه جدا والرئيس اكد ده وكل الشعب المصري عارف هذا الامر فده دور مهم وبالتالي فالتنميه كمان حق من حقوقهم جزء مهم وهي تنميه في كافه المجالات الحقيقه. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع.